وثقت كاميرات مسافرين في أو كاميرات المسافرين في مطار النجف وثقت وجود قطط في قاعات المسافرين في المطار، وأظهرت اللقطات الموثقة القطط وهي تتجول بين قواطع صالات الاستراحة في مطار النجف، ما أثار استغراب المسافرين وحفيظتهم على إدارة ونظافة وخدمات المطار. وكان طفل صغير قبل أشهر تمكن بمفرده من الصعود إلى طائرة تستعد للإقلاع من المطار ذاته.